نظم الأمس الشاب يزيد حفل فني تطوعي لصالح الفئة المعوزة وذي الاحتياجات الخاصة برياض الفتح بالعاصمة في مسرح الهواء الطلق، حيث كان المكان يعج ببهجة الأطفال الصغار حيث تفاعلوا مع أغاني عمو يزيد. ميكروفون أمل الحال. والله اليوم نتشرف اني نتوقف مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه باش نعملوا نداء للاولياء لهذا الحدث هذا اللي درناه، وهو ارى افضل لادرس احسن حتى نحسوا الاولياء لاهميه البصر للاطفال في الدراسه. الحمد لله يا ربي مليح انهم تكون عندهم مره على مره التفاته لهذه الشريحه هذه اللي هما ذوي الاحتياجات الخاصه، لانهم يعني محتاجين الرعايه نتاعنا، بالمرات محتاجين ابتسامه، بالمرات محتاجين زياره، بالمرات اذا مليح. والجزائري معروف عليه انه انسان مولا خير، يعني دار حاجه مليحه يعطيه الصحه، خاطر كاين ناس محتاجه ما لحقتش، عاونهم يعطيه الصحه بارك الله فيه، ومام تو يفرح دراي صغار، واللي يفرح دراي صغار عنده اجر عند ربي بارك الله فيه. يا ربنا